السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم مروة صفا تي في. هاد النهار غادي نقدم لكم واحد الكيراتين تاع الشعر، يعني فعال. كنبداو على بركة الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادي هنا نحتاجو دليع، ولا كيقول له دلاح، او بالفرنسي سي لا باستيك. كما شفتو هنايا، هنا النص خليوه خضر والنص انا سلقته كما شفتو معايا هنايا. ها هي سلقته غير شويه باش ينطحن لي. هنا عندي زيت ارغان، هنا عندي زيت الزيتون، وهنا عندي معلقه نتاع الحنه، وهنا عندي الزبده، وهنا عندي معلقه نتاع الخرقوم، وهنا عندي معلقه نتاع الحلبه. نبداو بعد على بركة الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتاجنا واحد المعلقة باش ناخد هذا مع الماء ديالو، لحقاش ندير شوية كما شفتو هنايا، واحد شوية ديال الماء ديالو. بسم الله، واحد ثلاثة المعالق، ونشوف دائما عين الميزان تاع الماء، والكمية دائما على حسب الأشخاص وعلى حسب الشعر. كنت عندكم الشعر طويل ديروا الكمية كبيرة، كان عندكم الشعر قصير ديروا الكمية على حسب نتوما تستحكموا في الكمية اللي بغيتوا. هنا درت النص كما شفتوا هنايا، عاد حامي درت النص طايب. وهنا غادي ندير نقلع غير هاد الغليظة، حقاش انا اصلا درتها هنايا شلامتها، عفوا ناخذ غير هذه كما شفتوا. ندير نص مسلوق ونص اخضر، يعني الدلاح راه مزيان لا للبشره ولا للشعر ولا لكل شيء. غنقدم لكم بزاف الوصفات، وسورتو نستغلوا الوقيته ديالو. غنقدم لكم باذن الله بزاف ديال الوصفات ديالو. غادي نطحن باش ما نديرش عليكم ديال الحس، ونرجع لكم غادي نوريكم كيفاش تحطو. غير واحد شويه كما شفتو كنطحن بهاد الشكل هذا. هنا من بعد ما طحنتو لهذا الشكل هذا، نحتاج هكا يرجع لهذا الخليط هذا، نحتاج هنايا كترس من المعالق، غير المعلقه باش ندير هذه الحنه عندي هنايا. هنا عندي جوج، يعني نقدر نحسبهم معكم. بسم الله، معلقة جوج، يعني نقدر نقولو ثلاثة د المعالق نتاع زيت الزيتون. هنا عندي زيت أرغان، يعني الفري ماشي غير، فوالا جوج ثلاثة ديال المعالق عامرين مزيان، نفس الكمية، يعني نصف الكمية ديال، نخلطهم مزيان. هاد الكمية ما شاء الله يعني تصلح على جوج ديال الناس. هنا عندي معلقة ديال الحلبة كما كتشوفوا معايا، الحلبة مطحونة، الحلبة راها غنية. عفوا نسيت واحد الحاجة، محتاجة بيضة. هنا معلقة ديال الخرقوم باش يعطيني اللون، وعندو مزايا ديال، يعني ما تخافوش من كنقولو يعطيو اللون، يعني راه ماشي يعطي شي لون واعر اللي غادي تخافوا منه. عندي هنايا معلقة ديال الزبدة بحرارة المطبخ كما كتشوفوها معايا هنايا، يعني راها لينة الزبدة راه، يعني هاد الخلطة هذه اقسم بالله العلي العظيم انا راني نديرها للشعر، يعني ما تخافوش من هاد الدرايات تديرنا. نحيد عليكم هادو،
باش تبان لكم هذا الخليط كامل. وهنا غادي نزيد عليه بيضه. البيض كما كتعرفوا راه عنده بزاف ديال المزايا ديال انا هنا غادي نستعمل ضراب صغيور. باش تساعدني على الخدمه ومن الاحسن تخليوه واحد 10 دقائق قبل ما تبداو ديروا شعركم باش كاع هاد المكونات تطلق مع بعضياتها وديروها على الشعر ديالكم كما بغيتوا. تخليوها يعني حاجه طبيعيه كما شفتوا معايا هنايا هو كل شيء تخلط. غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. انا شوفوا الكميه اللي عطاها لي يعني لا باس بها. يعني الا كان عندكم الشعر قصير هذا تقسموه على جوج تقدروا ديروه اليوم وتعاودوا له غدا. والا كنتوا جوج نتاع الاشخاص في الدار يعني يديروا في خطره. وهذا حاولوا يعني تستغلوا الوقت ديال الدلاح او الدليع مادامو وديروه جوج مرات ثلاثه في السيمانه ما تخافوش منه راه ما عنده حتى شي ضرر. وفي نفس الوقت كيراتين طبيعي. خليوه يطلق لهاد الشكل هذا وسدوه كما انا غادي تشوفوا معايا. غادي نسدو ما واش غادي نسدو ونخليه 10 دقائق ومن بعد نستعملو على فروه الشعر كما فات ليا وصاوبت معكم وريتكم كيفاش درت لبنتي. هاد المره غادي نديرو انا وبنتي وان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الماسك وتجربوه وتكتبوا لي في لي كومونتير اش من ماسك بغيتو ونقدمه لكم. سمحوا لي نعتذر منكم على الصوت ديال الماشينه لافي. نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا باللايكات واحد لي كومونتير في محتوى الفيديو وتابوناو فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى فيديو ماجي باذن الله.